الطراز العالمي الدولي. هو طراز معماري يطغى على مباني العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، التي كانت تتسم بأنها خالية من الخصائص الإقليمية وتشدد على الوظيفية وترفض كل عناصر الديكور وإعادة النمط الأفقي بحيث يؤكد جوانب مبانيها. المصطلح عادة ما يشير إلى المباني والمعماريين في الفترة المكونة للحداثة قبل الحرب العالمية الثانية، وله أصول من اسم كتاب للكاتب هنري روسل هيتشكوك. العمارة البنائية هي حركة معمارية معاصرة وشكل من أشكال عمارة الحداثة، ظهرت في الاتحاد السوفيتي وتحديدا في موسكو بعد الحرب العالمية الأولى، وضمت عدة اتجاهات فنية ظهرت آنذاك. لقد ظهرت هذه الحركة الفنية أصلا في أعمال ونظريات النحاتين نوم جابو وأنتوني ليفستنر، ومن ثم امتدت إلى العمارة. وقد ظهرت أول وثيقة فنية لها دعيت بالوثيقة الواقعية عام 1920، ضمت 5 مبادئ أساسية مقتبسة من الأعمال المعتمدة على التقنية البنائية لرواد هذا التيار، مع التأكيد على أن النظام الفني الجديد سيؤدي إلى ظهور ونمو حضارة جديدة، وسيكون أيضا أساسا للفنون الأخرى لاعتماده قوانين حقيقية لواقع الحياة. وتجمع البنائية بين التقنية المتقدمة والهندسة، كما كانت مخصصة لغايات اشتراكية وشيوعية. وبالرغم من أنها قسمت إلى عدة اتجاهات تنافسية، إلا أن الحركة قد نتجت كثير من المشاريع الريادية والمباني المقامة قبل انحلالها في عام 1932، وقد ظهر تأثيرها على كثير من الحركات المعمارية في وقت لاحق. نلاحظ هنا برج شوخوف في موسكو للمعمار فلاديمير شوخوف، وهو من أهم الأمثلة على العمارة البنائية الروسية. نشوف هنا مكتبة مارتن لوثر كينج التذكارية في واشنطن دي سي، وهي من تصميم ميس فاندرو المعماري الألماني الأصل، ومن الشخصيات المحورية في تطوير العمارة الحديثة. لاحظوا المكتبة تتسم بالأفقية وامتداد شريطي للواجهات واستخدام التقنيات الحديثة في التغليف، تعتبر بحق واحدة من أمثلة الكثيرة للعمارة البنائية. المعرض الوطني الجديد والمتحف الوطني الجديد، تم تصميم المبنى من قبل المهندس المعماري ميس فاندرو، وهو آخر مدير في باهاوس، وتم افتتاح هذا المتحف أو المعرض الوطني في 68. وكذلك ناطحات السحاب التي سميت على عناوينها الفاخرة هي أساطير في ناطحات السحاب في شيكاغو والعمارة الحديثة نفسها. بنيت بين عامي 49 و51 أبراج سكنية في بحيرة شوري درايف، وهي واحدة من أهم التصاميم المهندس المعماري الحديث ميس فاندرو. تقريبا أبراج سكنية 860 إلى 880 برج سكني. الكونديمينيوم منزل هايفيلد صممه المعماري لودفينغ ميس فاندرو، فإذا هذه أيضا من تصاميم المهندس ميس فاندرو. يعتبر منزل فارنسورث الذي صممه وبناه لودفينغ ميس فاندرو ما بين 45 و51 ملاذا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع من غرفة واحدة في موقع ريفي. نلاحظ أنه الدخول للمنزل يعني درج خشبي، ويتم الولوج إلى هذا، هو عبارة عن شكل أفقي فقط. من أشهر أعمال فيليب جونسون
منزل فيليب جونسون الزجاجي، وهو منزل شيد بالكامل من الزجاج ووضع بداخل منطقة خضراء، وفقط يعني مكان الخدمات شيد بالحجر والباقي كلها واجهة زجاجية. انتهى في عام 1996 في مدريد إسبانيا أبراج المكاتب التوأم اللي يسموها بيريتيو دي أوروبا، تقع في مدريد إسبانيا وتتحدى المواثيق النموذجية لبناء السحاب. هذه الأبراج التوأم كان السكشن مالتها يميل بدرجة عالية واحدة نحو الأخرى. نلاحظ المعماري جيرت ريتفيلد كان في بداية حياته المهنية يعمل كنجار في البداية، ومنزل ريتفيلد شويدر التقى ريتفيلد أرملة المحامي تروس شريدر التي طلبت منه تصميم منزل حديث على النمط الحديث لها ولثلاث أطفال، وقد تم تصميم المنزل الذي حمل الاسم الأخير لكل من المعمار ورب المنزل وفق مبادئ ديشتيل، حيث يكاد يخلو المسقط الأفقي لهذا المنزل من أي جدار داخلي ثابت، كما أنه تم ربط الخارج بالداخل عبر نوافذ الزجاج الكبيرة، وتم استخدام نفس الألوان التي استخدمها الفنان مودرنيان في لوحاته الفنية اللي سبق أنه عرضناها، كما تم التشييد على العناصر الأفقية والعمودية بالمبنى. وقد أصبح منزل ريتلفورد شويدر الآن رمزا للعمارة الحديثة، ومنذ عام 2000 دخل قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو. بافيون ريتلفيلد عام 1965 من أشهر أعمال ووتر كوروبيوس، من أشهر أعمال المعماري والتر كروبيوس في هذه الحقبة مبنى الباهاوس، وهو عبارة عن مبنى جامعي شيد بالخرسانة المسلحة، تم البدء ببنائه بال25 وانتهى بنائه في ال26. من أعمال الأخرى جامعة بغداد اللي سبق أنه أفردت إلها فيديو خاص بالمبنى، وهي تشير إلى تلك الحقبة الزمنية من العمارة. وكذلك بنى مصنع الأحذية في فاغوس، وهو من المباني الصناعية. نلاحظ الواجهات الزجاجية التي تهيمن على مصنع فاغوس، والنوافذ تكون بحجم كبير وبدون أي دعم في أركان المبنى. مفهوم التصميم هذا هو الأول في تاريخ العمارة، زين، ودخل بالصناعة مفهوم العمارة الدولية. نشوف مصانع فاغوس، هاي لقطة ثانية إلها. وكذلك ظهرت عندنا فيلا سافوي من قبل المهندس المعماري لي كوربوزيه، اللي نفذ أيضا كنيسة نوتردام في عام 1955، وهو من النظام العالمي. كذلك تصميم لي كوربوزيه مقر الأمم المتحدة في نيويورك أيضا يشير إلى النظام العالمي في العمارة، حيث الواجهات الزجاجية والأنماط المكررة للفتحات واستخدام الكونكريت المسلح في الواجهات الجانبية. لويس كان له البنايات الأكثر تنفيذا في معهد سالك للدراسات البيولوجية، وهو من مناصري حركة النظام العالمي في العمارة. نتمنى أن يكون هذا الفيديو كافي لفهمكم إلى موضوع البناء العالمي والمهندسين اللي قاموا بتنفيذه. شكرا وإلى لقاء آخر.